ونقرب منو نفسكم ناس معديه وبتتكلم. ها ماشي ماشي بهوات كده. يلا بهوات بهوات. ده منظر بهوات. تعروني هتعروني. هي دي العماره اللي قالت عليها وزه. بس حلو قوي يا عرب. تعرف انا طول عمري بحلم اسكن في منطقه زي دي. لا تسكن ايه، احنا مش جايين نسكن، احنا جايين نخلص مصلحه ونخلع في السريع. يا اخي بقول لك بحلم بحلم. وبعدين شكل الشقه هنا عمرانه قوي. عمرانه بخيرات ربنا. طب ايه رايك يا عرب كل يوم نيجي نقلب لنا كده اربع خمس شقق؟ لا لا اربع خمس شقق يعني. ايه مش عايزين طمع، احنا كل يوم نهجم على شقه ونخلع على طول. صح صح، الطمع قل ما جمع. بس البواب ده تنح قوي، ده ما بيتحركش من مكانه. هانت تكوا على الصبر. حتى البيب بي مش عايز يقوم يعمله. بقول لك ايه، بقول لك ايه، اسكت يلا ما تخلينيش افقد تركيزي. خلاص خلاص، بس هو يتحرك ده بقى له اكتر من ساعتين ثلاثه وهو في الوضع ده. ده ايه ده؟ يمكن مات يلا. مات؟ بس ده عينين فتح. طب يبقى مات ازاي؟ ما ينفعش يموت وعينين فتح. لا عادي، انا ليا خال قبل كده مره مات وعينين فتح. مره؟ اه. ليه وخالك ده مات كم مره؟ مات بتاع اربع مرات. وكل مره عينين فتحة؟ اه، هو ثابت على موقفه على قديمه ما بيغيرش. لو كده بقى يبقى ده فعلا ممكن يكون مات. طب تيجي نشوف. يلا بينا يلا بينا يلا. ارجع على ارجع ارجع، لسه في الروح، لسه في الروح بيلعب. لا اله الا الله لا اله الا الله. اتكلموا كاننا بنتكلم مع بعض. يمشي وهو ميت ولا مش عارف؟ بسم الله مش طماشي. اه خلع. اه يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. استرها معانا يا رب، استرها معانا. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ والله العظيم يا باشا هو ده اللي حصل. الناس دي ما بتتاجرش، الناس دي مقضيها كده تفاريح مع بعضيها، يعني بيجيبوا هم اللي بيشتروا لنفسهم سيجارتين كده في العيد، سيجارتين قبل رمضان، سيجارتين في راس السنه، في عيد ميلاد، مش تجاره يعني. يا سلام، ده انت ناس تقولي الراجل بيصلي الفجر حاضر. لا يا باشا حق الله انا ما شفتش حد فيهم بيركعها الصراحه، مش هكذب يعني. اشجان نعم. اتزبت معايا ايه؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت المحضر بتاعك لسه مفتوح عندي على المكتب. طيب يا باشا اعمل ايه؟ طيب ما انت حضرتك يعني بتسالني وانا بجاوب، اكذب طيب يعني ولا ايه؟ ماشي، عارفه لو طلعت بتلعبي على المنجن هعمل فيك ايه؟ انا ما اقدرش اكذب يا باشا، انا مجنونه، ده انا رقبتي لا مؤاخذه يعني تحت جزمه حضرتك. تمام، عايزك تفتح عينيكي كويس، وعايز اعرف الناس دي بتوزع المخدرات ازاي. مش جان؟ نعم يا باشا. انا متاكد ان هما بيتاجروا في المخدرات، انما انا ما عنديش دليل ضدهم. انت بقى هتساعديني ان انا امسكهم متلبسين، فهمتيني ولا هقعد ارغي كتير؟ لا فهمتك يا باشا، ما دام متاكد يبقى تمام، هتلاقيني رأفت الهجان باذن الله. رأفت الهجان؟ اشجان اي حاجه تسمعيها تكلميني تتصرفي من اي تليفون، خلاص؟ وعايز اخبار مهمه مش اي هري. عيني يا باشا، تؤمر. اخلع انا ولا في حاجه تانية؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. هتكعبلوه هتكعبلوه. معلش معلش. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هادي تمام. بتعمل ايه يا صاحبي؟ كان نفسي من زمان احضن واحدة خواجاية. اهو انتوا كده زي القرع تحبوا تمدوا لبره، ده وقته، احنا جايين نسرق يا غبي. تعال تعال نشوف اي حاجه مفيده نسرقها. يلا يلا روح اسرق. ايه انت عتيوه؟ ماشي ماشي ماشي، خليك عارفها. ماشي تعال تلاقيني. ايه ده؟ ايه ايه؟ انا ناقصك؟ حد يخش على حد كده؟ ما انا مش غريب يا سيد، مش غريب. ما برضه يعني هكون بسرق حاجه كده ولا كده ما يصحش. ما انت اي حاجه بتقول لي عليها. كويس كويس انك جيت في وقتك. قول لي كده ايه رايك؟ ايه رايك الفستان ده؟ اصلا انا عايز اجيب هديه لوزة. ايش ايش ايش، هو حلو قوي، بس بصراحه انا ما اعرفش اقول لك رايي غير لما وزة تلبسه، ساعتها بقى اقول لك رايي بصراحه وبما يرضي الله. اه بس اوعى تجاملني. لا يا سيد عيب عليك، هو انا عمري ما قلت لك غير الصدق والصراحه. انا ما بجاملش. انت عايش في الحاجات دي عشان يعجبها، عشان يعمل ايه؟ قله الادب دي. يوزع بتاع وزه ده. بس بس خلاص.
خواجه زعلت مني بقى، قلت خلينا في البلد دي. خواجه اللي زعلت، انت جاي تضرب السياحه هنا؟ جاي تضرب السياحه واحنا بنسرع؟ الله ينتقم منكم، هتشلوني انتوا الاثنين. انا ما عملتش حاجه. هتجيبوا لي شنب رعاش؟ ما عملتش حاجه. تعالوا ورايا نخش نقلب جوه نشوف الشقه دي فيها ايه، شكلها عمرانه. انا خايف قوي. خايف من ايه؟ اه الشقه دي مليانه تماثيل، كاننا في بيت الرعب بالظبط. انت هتقلقني ليه بقى؟ انا مش عايز قلق، انا جايب ولاد اختي معايا موديهم الحضانه ولا داخلين نسرح؟ ما تلموا نفسيكوا شويه. خلاص انا مش خايف. امسك نفسك ياض انت بابا. حاضر. تعال ورايا. وراك اهو، وراك وراك وراك. هتكعبلوني هتكعبلوني هتموتوني. يا رب يا ساتر. مش واش عن حاجه، امسك امسك. مش واش عن حاجه لا تتكسر. تقلقش ما تقلقش. على مهلك. امسك يا مل. استلم يا. عارف لو شربت ازاز الشامبو تاني انت حر. استلم. امسك. استلم. واحدة واحدة. واحدة واحدة. يلا. سكتك من هنا يا ريس. سكة ايه؟ أنا سيد يا فطوط، الله يخرب بيت أم دي سجارة. ما تصحى فطوط. لا مؤاخذة هرب، لا مؤاخذة. أنا جات لي فكرة جهنمية. إيه رأيك نسرق العربية دي؟ العربية دي مسروقة واحنا سرقنا من الراجل اللي سارقها. دي تهرت سرقة، نسرق ايه تاني؟ الله يخرب بيت ام دي سجارة. هي السجارة دي شكلها مرحلة شويتين. طب اركب اركب يا اخويا بدل ما نترحل كلنا. اركب يلا. وانت خلي بالك من حاجة. يلا. على فين ان شاء الله؟ يا اخي تنير، ما يخرب بيت ام دي سجاره. هتودونا في داهيه دي سرقه مقلبه. ايه ده؟ ايه الملزق ده؟ معرفش ايه ده؟ الفلوس دي انا سارقها ناشفه. يا ترى مين اللي بلها؟ يا معفن، سارق لي ازازتين شامبو ب 10 جنيه وحاططهم لي وسط الفلوس لغايه ما غرقتهم يا هبل. معلش يا وزه، معلش. احنا ممكن ننشر الفلوس دي وننشفها وتبقى مية مية زي الفل. ومين يعني اللي قالك ان حد هيرضى ياخد فلوس مبلولة؟ هو في احسن من غسيل الاموال يا وز؟ ان شاء الله هتصرف، بس انت قدمي المشيئة. مشيئة تاخدكم انتوا الجوز. وانت يا هطل فين البضاعة اللي انت قلبتها؟ هو ماسكها في ايده يا وز. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هو ما سرقش غير التمثال ده. فيها وز الواد صغير ومحروم. والنبي حبيبتي كلي بقى، ما توجعيش قلب اكتر من كده، انت هفتانه. كلي بقى. يا غبي يا غبي، ما ينفعش تاكلها. لا فطوطه، عشان لسه متغديه من شويه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اشق هدومي اشق هدومي، يعني تعبي كله راح على فشوش. واحد اهطل حاطط لي الشامبو مع الفلوس، والتاني سارق المانيكان وعمال ياكل فيه. اخص عليكم اخص، عرتوني كده كده، تعصبوا الوز. معلش يا وز، معلش، خلينا بس نركز في المهم. عايزك بس تخش تقيسي ده علشان نظبط المقاسات. عايز ايه يا نايف؟ القميص عشان نظبط المقاسات. انا يا سيد وزه تلبس هدوم مسروقه؟ لا يا عنيا، انا البس هدومي من فلوسي وبعرق جبيني. اغزي الشيطان يا وزه واسمعي كلام جوزك. قوم انت وهو اطلعوا بره. يلا قوم يلا عشان نقسم الخميره وكل واحد ياخد نصيبه. يلا عشان نلحق الميعاد بتاعنا. يلا مشغول. يلا نخرج نتهاون. يلا ما تنسيش تعملي حساب رحله جمصه. ها ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله على جمصه ان شاء الله. ايوه كده، هو ده بقى الكلام. حلوين دول. انت يلا هنا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا باكل الابله جعانه من الصبح وما كلتش. اه يا حرام. لا فعلا مسكينه، شكلها يا اخويا هفتان وتعبان قوي. لا انا بعناية دول هقوم واعمل لها اكله ترم عظمها. الله يكرمك. واجيب لها هدمه يا اخويا تستر. الله يسترك. انا يا بنتي هتؤمر، بس ليك الساعه تطلب مني يا اخويا طلب. انت عارف مش نجرب. يلا امشي يا اخي. قلبي اكل التمثال ايه؟ والنبي اعمل ايه في الناس المجانين اللي انا عايشه معاهم دول؟ ناس مهبوشه صحيح. اخد القبله، اخد القبله وسندوتش. والمصحف نصيبك الفرده الثانيه يا عبيط. عبيط.
واحدة ومجنون ومنكوش.